مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج سكرتير التحرير، والذي يأتيكم اليوم من مقر جريدة اليوم السابع، حيث سنقرأ سويا أهم وأبرز العناوين التي ستطالعونها غدا على صفحات الجريدة. ونبدأها بالصفحة الأولى: سوزان مبارك تعيش سنوات الصمت، صحتها متدهورة وترفض لقاء صديقاتها في القوم للمرأة وأغلب الوقت مع حفيديها. قبائل سيناء ترفض المفاوضات مع قتلة شهداء رفح. ومعاريف مصر هددت إسرائيل بسحب السفير بسبب غزة. وقنديل يتعهد بتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية. رئيس الوزراء في بيانه الأول أمام الرئيس: نحتاج إلى 167 مليار جنيه لتنمية القناة وسيناء والصعيد. التحقيق في تزوير أوراق منسوبة للمركزي تفيد تحويل مرسي 2.5 مليون دولار لابنه. البنك المركزي والرئاسة نفيا صحة المعلومات والحرية والعدالة. الرئيس يكلف الجهات الأمنية بالتحقيق. بلاغ للنائب العام يطلب بنقل مبارك من طرى إلى مستشفى عسكري. محامية المخلوع: مبارك تعرض لسوء معاملة والسجون تضلل الرأي العام بشأن حالته الصحية. السجن المشدد 10 سنوات لمنسق حملة عمرو موسى وبراءة رئيس الشهر العقاري في قضية التوكيلات بالأقصر. خطاب من 17 حزبا وحركة إلى الصندوق لتجميد القرض. مسيرة من وسط القاهرة إلى مجلس الوزراء تهتف ضد سياسة الاقتراض الخارجي. انقسام التأسيسية حول عزل قيادات الوطني المنحل. الجمعية تقر الخمس مواد الأولى من الدستور والإبقاء على المادة الثانية كما في الدستور 71. أما في الصفحة الثالثة: رئيس الشورى يدافع عن عودة الضباط الملتحين للداخلية. إزالة الأسمنت والحجارة المحيطة بقبر عرفات تمهيدا لفتحه. خبراء ومحققون دوليون يأخذون عينة من جثمان الزعيم الفلسطيني لمعرفة سبب الوفاة. بخيميوس لأقباط 38: البابا سيحل مشكلات أبنائه بما لا يخالف الإنجيل. الاجتماع العربي الأوروبي يطالب بمساعدة دول الربيع العربي لاسترداد الأموال المنهوبة. أشتون تؤكد السماح لمصر بإضافة أسماء جديدة لقائمة المسؤولين المطلوب تجميد أرصدتهم. اعتصام 1200 سائق بمترو الأنفاق للمطالبة بالكادر وإقالة رئيس الشركة. وانفجار قنبلة في طالب أثناء إلقائها على زملائه بجامعة عين شمس. معنا الحديث حول تفاصيل هذه الأخبار الأستاذ زندراوي هواري، مدير تحرير جريدة اليوم السابع. أهلا بك أستاذ زندراوي. أستاذ زندراوي، لو بدأنا بخبر الخاص في الصفحة الأولى بسوزان مبارك تعيش سنوات الصمت. زميلنا يعني وصلتهم معلومات حول المعاناة التي تعانيها سوزان مبارك في هذه الأيام، خاصة المعاناة الصحية وتدهورها بشكل لافت للجميع في ظل يعني التعاطف الكبير مع زوجها وابنها في مستشفى مزرعة ترى، وزوجها بيتعرض لحالة من حالات حسب ما أكد محامي الرئيس المخلوع، بأن يتعرض لي يعني مشاكل صحية كبيرة وسقط على الأرض أكثر من مرة، وتقدم بطلب إلى النائب العام في محاولة لنقله إلى مستشفى عسكري. الحقيقة المعاناة التي تعانيها سوزان معاناة كبيرة، من سواء كانت اجتماعية أو صحية، ورفضها لمقابلة أصدقائها القدماء يعني جميعهم دون استثناء، البقاء مع حفيديها، يعني هذه العوامل الإنسانية والمعاناة الإنسانية كان لها تأثير كبير للغاية على سيدة كانت تملأ الدنيا ضجيجا فيما قبل ثورة 25 يناير، وتحولت الآن إلى سيدة تصرخ يعني في الأماكن التي تقطنها ولا يسمعها أي صوت، وبعيدة تماما عن المشهد، ترتعد يوميا خوفا من أن يأتي على مسامعها خبر سيء، سواء كان قادم من مستشفى تورا أو قادم أيضا من جهات التحقيق لزج باسمها في أي من القضايا، خاصة أني أثناء التحقيقات الأولية مع مبارك وأبنائه كان يصر الرئيس المخلوع على إبعاد زوجته عن أي قضايا أخرى ويتحمل مسؤوليتها، وهذه العوامل يعني أثرت كثيرا على صحة سوزان زوجة الرئيس المخلوع. لو انتقلنا للخبر الآخر الرئيسي،
قنديل يتعهد بتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية. ورئيس الوزراء في بيانه الأول أمر الرئيس نحتاج إلى 167 مليار جنيه لتنمية القناة وسيناء والصعيد. يعني أنا أرى يعني بعد مرحلة مخاض طويلة 3 شهور منذ أن تولى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس وزراء مقعد المسؤولية كرئيسا للحكومة وتشكيله لأفرادها، النهاردة قدم بيانه بعد سلسلة من الانتقادات الواضحة خلال الأيام الماضية حول غياب الرؤية وغياب البرنامج الحكومي، وأيضا ده كان ظهر في مجلس الشورى وانتقاده الشديد أمس حول غياب الرؤية وغياب البرنامج لحكومة قنديل، وأيضا ما ردده مدير صندوق النقد الدولي عندما أكد أن مصر ليس لديها أجندة إصلاح واضحة. اليوم فوجئنا بتقديم بيان الحكومة أمام الرئيس مرسي، الرئيس مرسي بصفته رئيس الجمهورية وأيضا بصفته أيضا المشرع وأسن لنفسه التشريع، عقد اجتماعا بكامل أفراد وزارته مع الرئيس مرسي ثم ألقى عزمه. البيان الحقيقة يعني كلام لم يختلف كثيرا عن البيانات الحكومية السابقة، هو كلام نظري بحت لكن التطبيق هناك صعوبة بالغة. هو قسم يعني خطة عمل الحكومة بالضبط إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى بتبدأ من 2012 ل 2014 وسماها دي مرحلة الانتعاش الاجتماعي، يعني سيظل الاقتصاد فيه متخبطا وفي مرحلة الانعاش إلى 2014. من 2014 ل 2017 سماها مرحلة تعزيز البناء الاقتصادي أن يبني. مرحلة الانطلاقة الحقيقية في 2012، يعني سنظل 10 أعوام كاملة انتظارا لمرحلة ما يسمى مرحلة الانطلاق الاقتصادي في مصر. هل هذه المرحلة طويلة وكبيرة للغاية؟ أنا أعتقد لو كان هناك يعني حقائق على الأرض، هناك خطط واضحة، هناك خطط ستنفذ بعيدا عن الكلام النظري والإنشائي في هذا الأمر، إذن سيكون الخطة الحكومة خطة جيدة إذا لاقت يعني ترجمة حقيقية على الأرض. لكن هو يتكلم أيضا على فكرة إعداد مشروعات لقوانين لتسيير العملية الاستثمار الخارجي في مصر، يتحدث أيضا عن إشراك القطاع الخاص، عن مشروعات كبرى في منطقة القناة وسيناء. هو أكد على المشروعات الكبرى في القناة وفي الصعيد وفي سيناء، هذه المشروعات تبلغ حجم استثماراتها 167 مليار جنيه. قال إن الحكومة تستطيع أن توفر ما يقرب من 100 مليار دولار في الوقت اللي تحتاج استثمارات ما يقرب من 67 مليارا أخرى، سيتم تدبيرها بشكل أو بآخر من خلال جذب هذه الاستثمارات. الحقيقة البيان الحكومي لا يختلف كثيرا عن بيانات الحكومات السابقة. البيان الحكومي لم يقدم خطة واضحة، خطة عملية وليست نظرية، واضحة للتطبيق على الأرض يمكن لها أن تعطي بارقة أمل. اللهم إلا تقسيمات وكلام إنشائي رائع وجميل على الورق، لكن لندع الأيام القادمة أن تقول وتدلي بدلوها في هذا الشأن. لو انتقلنا إلى التحقيق في تزوير أوراق منسوبة للمركزي تفيد تحويل مرسي 2.5 مليون دولار لابنه، البنك المركزي والرئاسة نفيا صحة المعلومات، والحرية والعدالة الرئيس يكلف الجهات الأمنية بالتحقيق. الحقيقة أنا شايف أن في إحنا نعيش أجواء تزييف كبيرة، سواء تزييف في الأوراق، تزييف في التزييف في الحقائق، تزييف في الرؤى، تزييف يعني أنا مش عارف في إيه بالضبط. فوجئنا بأوراق تتداول على المواقع الاجتماعية فيسبوك وتويتر، وإن إحدى الصحف الورقية نشرت هذه الأوراق تؤكد إني ومزولة بختم للبنك المركزي. هذه الأوراق بتقول إني الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قام بتحويل 2.5 مليون دولار إلى ابنه الذي يعمل في السعودية طبيبا. الحقيقة أنا يعني حتى بالمنطق يعني إشمعنا السعودية وإشمعنا ابنه في يعني وفي هذه التوقيت المبكر للغاية أن يتم إرسال، يعني مش بالمنطق. الكلام لا يصدق ولا يعقل يعني، فلابد أن من التحقق. الحقيقة الرئيس مرسي أمر بجهات التحقيق عندما سمع وعلم بهذا الأمر بسرعة التحقيق
ايضا البنك المركزي اصدر بيانا وطلب بالتحقيق وارسل هذا البيان الى النائب العام. النائب العام بدوره احال الامر الى محكمه الاستئناف للتحقيق في هذه القضيه الخطيره. اعتقد ان سيكون هناك ضحايا لهذا الامر خلال الايام القادمه قانونا، ضحايا قانون بالقانون عشان بس ليس ضحايا يعني لكن متهمين يعني كمتهمين. او مدانين يعني خطاب من 17 حزبا وحركه الى الصندوق لتجميد القرض مسيره من وسط القاهره الى مجلس الوزراء تهتف ضد سياسه الاقتراض الخارجي. امبارح كان في مظاهرات بالليل يعني اعتراضا على القرض، التيارات المختلفه ترى ان لا جدوى من هذا القرض وان دي تحميل اعباء على كاهل الاجيال القادمه. الاسوشيتد بريس اكدت على لسانها ان ال 17 حركه ارسلت خطابا الى مدير صندوق النقد الدولي وايضا الى رئيس الوزراء تطالبهم بعدم اقرار هذا القرض وعدم الموافقه لمنح مصر هذا القرض. هنا بقى يعني بدانا لعبه ما يسمى بلعبه، بدل ما ننتقل من التفاوض على الارض في الداخل بدأنا ندول ونعمل عملية تدويل القضايا ويبقى شكلنا يعني سيء للغاية أمام المحافل الدولية. أنا مع يعني الحراك الداخلي والمناقشة الداخلية ومع تبادل الرؤى الداخلية وإنك تقول رأيك بمنتهى الأمانة مع الداخل ولكن لا تنقل هذا الأمر إلى الخارج. الخبر الخاص بانقسام التأسيسية حول عزل القيادات الوطنية المنحلة، الجمعية تقر 5 مواد الأولى من الدستور والإبقاء على المادة الثانية كما في دستور 71. الحقيقة الجمعية التأسيسية تواجه يعني نفقا مظلما، وكما أكدت يمكن من في البرنامج الأسبوع الماضي يعني بتواجه مشاكل كبيرة للغاية. النهاردة يعني ظهرت أصوات كبيرة على الساحة تنادي بالمقاطعة وتنادي بالانسحابات وتنادي بإقرار حقوق بعينها، قضاة، مرأة، تيارات مختلفة معارضة. الحقيقة لكن اللافت هو أن ما تقدم به الأستاذ حاتم عزام عضو مجلس الشعب السابق بمحاولة إضافة مادة إلى باب الأحكام الانتقالية تنص على العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل. البعض يرى الحقيقة أن ده تربص غير منطقي لأشخاص لم يصدر عليهم أحكام حتى الآن. هي بالضرورة إذا صدرت أحكام على هؤلاء فيمكن أن يتم عزلهم أصلا تلقائيا، ولا يجب نص ولا يجب أن يتم يعني دس مثل هذه المواد في دستور مصر اللي يعني نتمنى أنه يوحد كافة أطياف الشعب المصري. ننسى ونعبر بعيدا عن الماضي وإلى أفاق المستقبل وننسى تماما أحداث الماضي ونتعامل كمصريين على الأرض. أنا أسأت وأخطأت فألقى عقابي قانونا، لم أسئ ولم أخطئ فأنا مصري من حقي أن أمارس أفكاري يعني حسب ما أرى. كانت فكرة المادة هي فكرة أن من أفسد الحياة السياسية الحقيقة، ولكن هل هذه المادة أو أعضاء مجلس الشعب لا نتكلم مع احترامي يعني وتقديري للنائب وهو صديق عزيز، لماذا في اللحظات الأخيرة وهي تدفع بمادة لم يتم مناقشتها طوال الأيام الماضية وتدفع بها إلى لجنة الصياغة وكأننا نعمل عملا سريا من تحت حزب التيار المصري يعني أنا مع الشفافية. تمسك بحاتم عزام وتمخل لا يمكن لا وليست حاتم عزام عضو في لجنة التأسيسية وكان من حقه أن يطرح هذا الأمر طوال الاجتماعات الماضية وليست الطرح في اللحظات الأخيرة عندما الدفع بها إلى لجنة الصياغة. أنت يعني ستصيغ المواد التي توصلت إليها واتفقت عليها وحصل فيها توافق. الأمر الثاني أن ده يشيع مخاوف لدى الجميع أن تطرح أيضا ويتم الدفع بمواد مدسوسة لم يتم مناقشتها ولم يتم العلم بها. يعني هنا برضو بيدي إيحاء، هذا الطلب يعطي إيحاء للمتابعين والشارع السياسي المصري أن هناك أيضا تلاعب في عملية الجمعية التأسيسية ونصوصها وموادها. يعني دي إحنا بس يعني هي دي المخاوف. الحقيقة ما يعني أنا أعتقد أني لا يعني من وجهة نظري الشخصية أني الفاسدون في الحزب الحاكم السابق الحزب الوطني المنحل
اتعزلوا، عزلهم الجماهير المصريه الحقيقيه على الارض، عزلتهم، وده بان في الانتخابات الماضيه سواء كانت شعب او شورى. لكن يعني ظهرت هناك من اعضاء الحزب الوطني المنحل من يبدا حاليا في تحالف ليدخل ليدفع مره اخرى للانتخابات مع الشعب والقول الفصل الصناديق. نعم. ليه؟ خلينا نقول ان عمليه ديمقراطيه كده، لعبه الديمقراطيه التي تفرز الجيد من الخبيث. استاذ دندراوي الهواري، مدير تحرير جريده اليوم السابع، شكرا جزيلا لك. اعزائي المشاهدين، متواصلون معكم من داخل جريده اليوم السابع، فابقوا معنا. المحكمة في معاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد. ازاي كمان يطلع براءة؟ ازاي اللي يطلع براءة؟ العدل ما حكمش عليه بالاعدام ليه؟ مجرد والعدل بس المؤبد، الباقي كله براءة. الاحكام غير مرضية للشعب، اهالي الشهداء غير راضيين على الحكم. كل نوافذ الجزيرة باتجاه الحدث وتفاصيله. الجزيرة.net، صفحة الجزيرة على الفيسبوك وعبر تويتر. شارك .الجزيرة.net. خدمة الجزيرة موبايل. كيف ترى تطورات الأمور في الساعات القادمة؟ بين النور والظلام تكمن الحقيقة. عدنا إليكم مرة أخرى من مقر جريدة اليوم السابع، وينضم إلينا كل منا الأستاذ عبد الحليم سالم، نائب رئيس قسم المحافظات. أهلا بك أستاذ عبد الحليم. وينضم إلينا أيضا الأستاذ أحمد مصطفى، نائب رئيس القسم السياسي. أهلا بك أستاذ أحمد. لو بدأنا أستاذ عبد الحليم بالخبر الخاص في الصفحة الخامسة بسيناء، قبائل سيناء ترفض مفاوضات الرئاسة مع قتلة الجنود والضباط في رفح. رئاسة الجمهورية تؤجل زيارة عماد عبد الغفور لسيناء لأجل غير مسمى، والنور ينفي أن تكون الزيارة للتفاوض مع الإرهابيين. بالفعل يعني أنت تعلم أن ملف سيناء من الملفات الشائكة جدا في مصر في الفترة الحالية. لعل ما يحدث في سيناء من انفلات أمني يؤثر على الأوضاع العامة في مصر. هذا الأمر كان من المفترض أن يصل اليوم مساعد رئيس الجمهورية دكتور عماد عبد الغفور ووفد مرافق له يضم عدد من القيادات الدينية وعدد من الوزراء إلى محافظة شمال سيناء لفتح ملف كبير وملف شائك يتعلق بالحوار المجتمعي بين جميع الأطياف السياسية والمجتمعية في سيناء، من بينها كما أكدت مصادر حزب النور التفاوض مع بعض الجهاديين. كان سبب الرفض المباشر لهذه الزيارة أن هذه الزيارة تعد الزيارة الثانية في غضون شهرين، سبق للدكتور عماد عبد الغفور ولكن قبل أن يتولى منصب مساعد رئيس الجمهورية ووفد كبير من حزب النور أن ذهب إلى محافظة شمال سيناء والتقى بالعديد من العناصر الجهادية، أو دعنا نكون أكثر صراحة، التقى ببعض القيادات السلفية المعتدلة. أما القيادات أو ما يطلق عليها التي تعتنق بعض الأفكار التكفيرية رفضت مثل هذه الاجتماعات، وبالتالي الأهالي يحددون
هل سبب هذه الزيارة هو لقاء العناصر المعتدلة؟ إن كان الأمر كذلك فلا داعي لهذه الزيارة، لأنه العناصر المعتدلة لن تحتاج إلى مثل هذه الزيارات. الأمر الثاني، هل هذه الزيارة للقاء بعض العناصر التكفيرية المتهمة بقتل جنودنا في رفح؟ إن كان هذا الأمر هو ما سيحدث فإن هذا الأمر في منتهى الخطورة. كيف إذن لمؤسسة الرئاسة أو للدولة أن تعرف قتلت جنودنا في رفح ومن هاجموا منشآت الشروطية في شمال سيناء منذ أحداث الثورة حتى الآن ويتم التفاوض معهم؟ إذن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الأمر، أين النتائج التي نجمت عن تحركات القوات المسلحة في محافظة شمال سيناء؟ لكن نائب كما ورد في الخبر أيضا، نعم، يعني النائب السابق محمد محسن أبو حسان عن حزب النور نفى أن تكون الزيارة لقاءات الجماعات الإرهابية بالفعل، وأن هي الفكرة هي لقاءات دورية للوقوف على الحالة الأمنية والوضع العام داخل العريش وسيناء. بالفعل كما ذكرت وكما ذكر النائب محسن عبد العزيز أبو حسان، النائب تحدث صراحة وقال هناك نوعان من التفاوض قد يحدث. أولا هناك بعض العناصر المصرية التي قد يمكن تغيير فكرها من خلال حل مشاكلها الاجتماعية أو الاقتصادية أو أيا كانت مثل هذه المشاكل، لكن النائب طرح أيضا أن هناك عناصر أجنبية متواجدة في سيناء، ربما من فتح، ربما من حماس، ربما من دول أخرى، ربما عناصر صهيونية متواجدة، هذه لابد أن يتم التعامل معها أمنيا، لابد للقوات المسلحة أن تدعم الشرطة في القضاء على مثل هذه العناصر، لأنه الشرطة لا تستطيع مواجهة مثل هذه العناصر في ظل أن هناك فروق كبيرة بين تسليح العناصر الإرهابية أو العناصر المتطرفة وبين تسليح الشرطة. العناصر المتطرفة تخيل مستوى تسليحها، مستوى سيارتها أعلى بكثير من مستوى الشرطة، لا يستطيع أن يتصدى لها إلا القوات المسلحة. أيضا بعض المشايخ منهم الشيخ عارف أبو عكر وبعض السياسيين المتحدثين سواء الأستاذ خالد عرفات منسق حزب الكرامة أو الأستاذ محمد هندي مؤسس حركة أحرار سيناء رافضين مبدأ التفاوض من الأساس. يقولون أولا أيضا الأستاذ سعيد أبو عتيج من الشيخ زويد، هم يطالبون أولا من المسؤول عن قتلة هؤلاء الجنود، تحديدهم ثم التعامل معهم ثم بعد ذلك فتح حوار مجتمعي كبير، لأن مشكلة سيناء ليست مشكلة أمنية فقط ولكنها مشكلة تنموية. أنت تعلم وكما يعلم الجميع أن سيناء عانت كثيرا وهم مشت على مدار الثلاثين عاما الماضية، لكن هل الوضع الأمني الآن هل تم يعني تحسن في الحالة الأمنية الآن في سيناء عما قبل؟ لا يوجد تحسن أمني في محافظة شمال سيناء، مدينة رفح ما تزال بدون شرطة أو جيش، مدينة الشيخ زويد أيضا مدرعات الجيش حمت لعدة ساعات فقط أقسام الشرطة والداخلية لا تستطيع أن تتحمل هذا العبء. أستطيع أن أؤكد لك أن الأمن في سيناء، رجال الأمن في أماكنهم ويدافعون عن أنفسهم ويحاصرون أنفسهم للدفاع عن المنشآت الأمنية في حين أن الشارع يشعر بالفراغ الأمني. نحن نأمل من خلال الحركة الأخيرة لوزير الداخلية تغيير إعادة اللواء صالح المصري مشرفا عاما، هو كان مدير أمن شمال سيناء ثم تولى مدير أمن الغربية، إعادته مرة أخرى للإشراف على المحافظة مع اللواء سميح أحمد بشادي وهو أيضا كان من القيادات الأمنية في المحافظة. نأمل أن تتحسن الأوضاع الأمنية في محافظة شمال سيناء قبل أن يهاجر أو تهاجر المئات من الأسر إلى محافظات أخرى إن شاء الله بإذن الله. سبحانه، شكرا لي سبحانه. لو انتقلنا للأستاذ أحمد مصطفى والخبر الخاص بالغرياني يعلن عن مادة حقوقية جديدة تكفل الإبلاغ عن جرائم انتهاك الحريات. رئيس التأسية من حق القوم لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن جرائم انتهاك الحقوق وأن يتدخل منضما إلى المتضرر في الدعاوى المدنية والإدارية. فضل أستاذ. الجديد طبعا النهاردة عندنا على مدار يومين، النهاردة الثلاثاء وغدا الأربعاء، بتعقد ينعقد الملتقى السنوي السابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان. الجديد السنة دي المشاركة 150 جمعية حقوقية. النهاردة كانت الجلسة الافتتاحية اليوم، النهاردة كان في ثلاث جلسات في اليوم الأول. الجلسة الافتتاحية افتتحها المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور عبد الغفار شكر نائب الرئيس وعدد من الخبراء الدوليين سواء المصريين أو العرب من دعي إلى الملتقى. كان الجديد النهاردة هو ما أفسح عنه صراحة المستشار الغرياني وتأكيداته بأن هناك مادة سيتم تضمينها في الدستور، ودي كانت أول مطالبة من ضمن المطالبات في أول تشكيل للمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قرابة شهرين. كان طلب من المستشار الغرياني ضرورة وضع مادة في الدستور تنص على استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدم تبعيته للمجالس القومية المتخصصة اللي بيصدر بتشكيلها يتم التصويت عليها من خلال مجلس الشورى، أي يكون مجلس مستقل يستطيع أن هو يتصدى ويدافع عن المواطن المصري في حالة انتهاك حقوقه المشروعة دوليا وقانونيا. بالفعل النهاردة أفصح المستشار الغرياني وقال أن المادة بتنص يتدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل مباشر
بصفته الجهة الراعية لحقوق المواطن وما ورد من خلالها في الدستور الجديد للدفاع عن المواطن الذي وقع عليه انتهاك ايا كان من قبل اجهزة الدولة او من قبل مواطنين اخرين، ليس هذا فقط ولكنه يدخل كطرف شريك ويقوم بالابلاغ وتحريك الدعاوى امام النيابة العامة والبلاغات، وزاد عن ذلك انه يتقدم ايضا برفع دعاوى للحقوق المدنية والادارية، ويزيد فوق هذا كله بانه يحق للمجلس القومي لحقوق الانسان كجهة ترعى مصالح وحقوق المواطن المصري ان ترفض القانون ترفض الحكم إذا صدر حكم وتقوم بالطعن عليه ونقده في حال إذا كان هذا الحكم لا يرضي من وقع عليه الضرر أو لا يلبي المعايير الدولية أو معايير حقوق الإنسان كما نص عليها الدستور ونصت عليها المواثيق والأعراف الدولية. الجديد أيضا أكثر من ذلك أنه أباح للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن يقوم بتحريك الدعاوى دون الرجوع للمواطن المضرور، ولكنه أكد أن هذا يكون من أجل أخذ حق الوطن والمواطن يعني ممن يقع منه الجرم. المواطن لا يقدم بلاغه ومع ذلك تحرك الدعوة. تحرك الدعوة من خلال عدد من الباحثين والمحامين الموجودين بالمجلس. المجلس حاليا بيقوم بإنشاء عدد كبير من الفروع بعد 5 فروع ليه موجودة في الإسماعيلية وفي كفر الشيخ وفي سوهاج وفي بني سويف وفي قريبا في أسيوط وأربع محافظات أخرى، كي يصل صوت المواطن المصري من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أي شيء بالنسبة في حالة وجود أي انتهاك عليه. طبعا الجديد أيضا الذي لم يعلن عنه المستشار غرياني ولكنه سيتضمن فقرة خاصة بالمجلس القومي أو مادة داخل الجمعية التأسيسية، هو التأكيدات على حقية المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضائه بالقيام بالمرور والتفتيش على مقار الاحتجاز والسجون دون الرجوع للحصول على موافقة من قبل النيابة العامة. لماذا؟ فقط إبراز هويته التي تتيح له، لأنه في حالة ما يقوم باختيار النيابة فإنه كالمعتاد يتم ترتيب كل شيء لزيارة رسمية، فنفاجأ أن السجن ليس سجنا ولكنه أوتيل 5 ستارز، وهذا كما حدث مع المجالس القومية السابقة والتي كانت عندما تم تشكيلها في قبل النظام السابق كانت عبارة عن مجالس لتبييض وجه النظام أمام المنظمات الدولية، حتى أنني تذكرني واقعت أثناء مراجعة ملف مصر في 2010 في جنيف وعرضت بعض الصور لزيارتنا للسجون، ففوجئنا ببعض الوفود الموجودة في المجلس الدولي بجنيف كانت تقول أن المسجون المصري هذا هو الأكل الذي يأكله وهذا هو الشرب الذي يشربه، كانوا يحسدون من خلال الصور التي تم توزيعها، وهذا كان معرفة الحكومة التي كانت تحكم قبل ذلك. دعني أتحدث معك عن كواليس حدثت اليوم خلال الجلسات الأخرى التي لم يسعفنا أن تكون غدا في اليوم السابع نظرا لمواعيد الطباعة، هو الجلسة الثانية وما جرى فيها عندما أعلن صراحة الدكتور جابر جاد نصار عضو اللجنة التأسيسية وأعلن صراحة أن الدستور المصري يكتب بطريقة المصاطب، وعندما استفسرته الجماعة الصحفية المتواجدة عن كلمة المصاطب أكد أنه المتعارف عليه أن الجمعية التأسيسية عند بدايتها يكون من خلال تشكيل أعمدة أساسية تقوم بصياغة ومناقشة المواد، لكن ما جرى داخل التأسيسية المصرية التي تجرى الآن بها تشكيل الدستور هو عبارة عن توزيع هذه اللجان الفرعية التي تفتقد إلى الصياغة وإلى الأفكار وإلى التسلسل الثابت. مع ملاحظة أن الدكتور جابر التحق أخيراً بالجمعية التأسيسية لم يحضر الجلسات الأولى لكن التحق أخيراً التحق، فأكد الرجل أنه تكتب بطريقة المصادر. أيضاً اليوم كان غياب واضح وملموس للأغلبية أو الأكثرية المحسوبة على التيار الإسلامي من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لم نجدهم اليوم موجودين في ملتقى المفترض منه هو حلقة التواصل بين تاريخ الحركة الحقوقية المصرية الذي امتد أكثر من 40 عام وبين المجلس المنشأ منذ عدة سنوات أو بضع سنوات، لكن لكنهم لم يكونوا موجودين. أيضا كان النهاردة عبارة عن موسم الهجوم على الجمعية التأسيسية من كافة الحضور، لكن البعض تقبل بصدر رحب وكان ودودا مع أصحاب الأصوات والمنتقدين هذا. وأيضا المفترض أن بكرة في جلستين مهمين جدا، واحدة هيرأسها الدكتور أحمد كمال أبو المجد هيتحدث فيها عن تفاصيل الدستور الذي يواكب المرحلة القادمة وكيف يجب أن يكون مع مراعاة بعد حقوق الإنسان الدولي. دعني أحدثك عن نقطة أخيرة في الإطالة، هي أنه يوم 21 الشهر الجاري سيتم مراجعة ملف في مصر حوالين حالة حقوق الإنسان في مصر في مدار السنتين اللي مروا علينا من خلال المجلس الدولي لحقوق الإنسان. هناك العديد من المنظمات الحقوقية المصرية قامت بإرسال انتقادات ضد المجلس القومي الحالي وضد الحكومة المصرية
خصوصا فيما عرف بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيف أنه جاء بتشكيل يقوم على الأيديولوجية السياسية وليس العمل الحقوقي، أي أغلبية إسلامية أو أغلبية زي كده. هذه الأمور أولا دولت قضية خاصة محلية على مستوى دولي، فمنتظر أنه الخوف كل الخوف أن يتم نزول تصنيف مصر من الفئة A منذ 7 سنوات منذ إنشائه إلى الفئة B، وبالتالي نكون في حالة متردية من حقوق الإنسان. أستاذ أحمد مصطفى نائب رئيس القسم السياسي شكرا جزيلا لك. الأستاذ عبد الحليم سالم نائب رئيس قسم المحافظات شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ثم نواصل. سكرتير التحرير من داخل جريدة اليوم السابع. عالم يتبدل واقعه في كل لحظة، ولكل لحظة قيمتها، ولأننا نعلم ذلك نفتح عيوننا على كل الوقائع على مدار 24 ساعة مباشرة من دون تدخل، كي تعيش الواقع كما هو وتتفاعل معه. رؤيتك الجزيرة مباشر، تلفزيون الواقع الإخباري. معنا تصنع الخبر، تحلل الخبر، تعبر عن رأيك دون تدخل. شارك معنا عبر سكايب بالصوت والصورة على حسابنا الخاص AJM.مصر. عدنا إليكم مرة أخرى في هذه الفقرة الأخيرة والتي تخصص لأحدث الأخبار التي نشرت على موقع جريدة اليوم السابع. ينضم إلينا الأستاذ خالد سنجر المحرر بالموقع الإلكتروني. أهلا بك أستاذ خالد. أستاذ خالد، لو بدأنا بآخر وأحدث الأخبار، نبدأ بالخبر الخاص بالرئيس التقى البرادعي لاستعراض المشهد السياسي ورؤية حزب الدستور حوله. دكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح مساء اليوم أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية استقبل الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور لبحث المشهد السياسي الموجود داخل البلاد في إطار جولة المباحثات التي يجريها الرئيس مع رموز القوى والأحزاب السياسية. وأضاف المرشح الرئاسي أنه دكتور البرادعي وأضاف المتحدث الرسمي بأن الدكتور البرادعي عرض على دكتور محمد مرسي مجمل المشهد وأراء الأحزاب السياسية في الدستورة في الجامعة التأسيسية وعدد من القضايا الهامة الوطنية. نعم. الخبر التالي، قنديل الحكومة قدمت بيانها وسط حالة من الاستقطاب السياسي. دكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قدم بيان الحكومة اليوم أمام دكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وكانت أبرز التصريحات اللي أدلى بها الدكتور قنديل أنه بيان الحكومة تم تقديمه
في إطار حالة من الاستقطاب السياسي وحالة من العراق الموجود داخل القوى السياسية وفي المجتمع وفي الشارع المصري. وأكد الدكتور قنديل أنه حجم أو سقف الطموحات الموجودة لدى المصريين بعد ثورة يناير تقف عائق أمام تنفيذ الكثير من الخطط الموجودة في مرحلة في أجندة الحكومة. وقال أنه في إطار الخطة الجديدة للحكومة سيتم تحقيق أسهل وأسرع الخطوات الموجودة حاليا. لو انتقلنا الخبر التالي، مصدر مسؤول بمترو الأنفاق ينفي توقف أي محطات عن العمل. اليوم في ظل اعتصام 1200 سائق المترو، اليوم قام أكثر من 1200 سائق من سائقي مترو الأنفاق بالاعتصام والإضراب عن العمل داخل خطي شبرا وحلوان، مطالبين بعدد من الطلبات على رأسها إقالة رئيس شركة المترو وعمل كادر خاص للسائقين وصرف وجبة غذائية. وكان طلع أو صدر بعض الأخبار التي تؤكد أن بعض خطوط المترو قد توقفت تماما عن العمل، لكن المصدر نفى هذا الأمر. نعم. وقال أنه يجري حاليا بعض إجراء بعض المفاوضات مع السائقين للوصول لحل لإنهاء هذه الأزمة. نعم. الأمن القومي بشورى تطالب الخارجية بمراجعة الاتفاقيات الدولية. الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الشؤون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم طالب وزارة الخارجية بإعادة النظر وتعديل وضرورة تعديل عدد من الاتفاقيات الدولية، وعلى رأس هذه الاتفاقيات الاتفاقية بين مصر وقبرص الخاصة بحدود المياه الإقليمية. وأكدت اللجنة اليوم أنه هذه الاتفاقية فيها إجحاف كبير في حق مصر في استخدام الغاز الطبيعي الموجود في هذه المنطقة، وطالب بضرورة تعديل هذه الاتفاقية بما يعود على البلاد بخير أراضيها ومياه. الخبر الأخير معنا في هذه الفقرة، معاريف القاهرة تهدد بسحب سفيرها في حال اجتياح غزة. صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم أكدت على لسان أحد المسؤولين الإسرائيليين بأنه إسرائيل تلقت تهديدات صريحة من الحكومة أو من المسؤولين في مصر بأنه في حال إقدام إسرائيل على اجتياح قطاع غزة ستتخذ القاهرة إجراءات صارمة جدا، وعلى في مقدمتها سحب سفيرها المتواجد في تل أبيب. وأكد المصدر لصحيفة معرفة الطبع أنه إسرائيل تضع في حسبانها بشكل كبير هذه التهديدات، وأنها تعمل حاليا على وضع حلول لإنهاء أزمة قصف الصواريخ من غزة بدون اللجوء لأعمال عنف أو اجتياح. أستاذ خالد سنجر المحرر موقع الإلكتروني، شكرا جزيلا لك. شكرا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم غدا، لكم كل التحية وإلى اللقاء.